السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم جميعا يا رب إن شاء الله. بإذن الله كده هنبدأ مع بعض محاضرة جديدة في الباوربوينت. كنا أخذنا المحاضرة اللي فاتت، كنا اتكلمنا إزاي أعمل رسوم متحركة أنيميشن. أخذنا شكلين أنيميشن عملناهم مع بعض، وأخذنا إزاي نعمل عد تنازلي. وللعلم إن العد التنازلي لازم لما اجي اعمله لازم كل خطوه اعملها زي ما احنا عملناها بالترتيب، لان انا لو غلطت في خطوه واحده كده هيبوظ لي كل الترتيبه بتاعتي. طيب، وعملنا مقدمه اللي هي انترو. ان شاء الله باذن الله هناخد مع بعض النهارده ازاي ادمج الفيديوهات وازاي طريقه تقطيع الفيديو. هناخد مع بعض ازاي اصمم شخصيه كرتونيه، وهنصمم لعبة مع بعضينا كده بسيطة، وهنصمم انفوجرافيك وإعلان سوشيال ميديا. طيب، لو في وقت معانا هنكمل ازاي ممكن نصمم كتاب نقلب بالصفحات. معانا لعبة بازل، ومعانا طريقة عمل تأثير اليد بالطباشير على السبورة، وتصميم لعبة تفاعلية. دول اللي فاضلين لينا إن شاء الله في الأوامر أو في التصميمات بتاعة الباوربوينت. طيب، لو جينا اتكلمنا، انا دلوقتي عايز اول حاجة اعمل تقطيع للفيديو. الباوربوينت بيعمل لي تقطيع بحيث ان هو يخلي لي البداية اللي انا عايزها فين والنهاية فين، بس مشكلته ان هو لو عايز اعمل تقطيع لجزء من النص ما بعرفش اعمله. دي بتكون صعبة شوية لان مش مديني الاوامر اللي تساعدني على كده. طيب، انا لو عايز اعمل تقطيع للفيديو ده بعمل ايه؟ انا عملت ادراج للفيديو من انسرت، بعد كده على فيديو، ورحت دوست على this device ان انا عايز الفيديو من الجهاز اللي عندي. رحت بعد كده ان انا بعد ما ادرجت الفيديو داخل الباوربوينت اروح على حاجة فوق اسمها play back. طيب، هنشتغلوا تاني مع بعض النهارده في العد التنازلي عشان هنشوف المشكلة فين. زي ما قلنا البلاي باك، بعد ما بروح على البلاي باك عندي في حاجة هنا اسمها فيديو، يعني تقطيع الفيديو. هضغط عليه، هنا بيحدد لي البداية بتاعة الفيديو، وهنا اللون الأحمر بيحدد لي النهاية. يعني كمثال انا عايز بداية الفيديو مثلا كمثال هنا، وعايز نهاية الفيديو هنا، اروح ادوس على اوكي. وزي ما انا حددت اهو، ده بالنسبة لتقطيع الفيديو. لو رحت على الفيديو التاني نفس القصة، برضو بروح على ترين فيديو واحدد انا البداية اللي انا عايزها فين. اهي مثلا دي البداية، هو بيحدد معايا البداية والنهاية. شوف النهاية، النهاية عايزها هنا، فهدوس على اوكي. فكده حدد لي البداية بتاعتي والنهاية، فدي البداية بتاعتي والنهاية. طيب، انا عايز ادمج الفيديوهين دول اخليهم في فيديو واحد، بعمل ايه؟ اول حاجه مثلا لو عندي فيديو 2 3 4 5 6 على قد العدد، بس على الاقل يبقى عندي 2 مثلا. فهروح اول حاجه هضغط على الفيديو الاولاني، تمام، ومن بلاي باك بختار من كلمه ستارت من الفيديو اوبشن اعدادات الفيديو اخليها اوتوماتيك. اروح على الفيديو الثاني نفس القصه، هضغط عليه واروح على بلاي باك، وبرده من الستارت اخليه حلو كده. وبعد كده بروح احدد لكل فيديو مثلا ترانزيشن مختلف عن التاني، احدد لده مثلا شكل كده، واحدد للفيديو الثاني ترانزيشن مختلف عنه. كده انا خلصت لحد هنا. بروح اعمل ايه؟ بروح على فايل، وبعد كده اكسبورت، وبختار حاجة اسمها كرييت فيديو.
وبعد كده بحدد انا عايز الفيديو اللي انا هعمله عايزه الترا اتش دي ولا اتش دي 1080 ولا اتش دي 720 ولا ستاندرد اللي هو 480. انا بحدد اللي انا عايزه وبدوس على كرييت فيديو. كده انا انشأت الفيديو. انا لو ضغطت هنا هيعمل لي فيديو على كل الشغل اللي انا عامله على الباوربوينت. لا انا فاتح باوربوينت تاني اهو، زي ما قلنا اول خطوة عملت ادراج ليهم، وبعد كده من بلاي باك هروح على ستارت اسمها اوتوماتيك. برضو الفيديو التاني هروح على بلاي باك واختار من ستارت هختار اوتوماتيك. حلو خالص لحد هنا. بروح لكل فيديو بختار ترانزيشن او تأثير مختلف. اخترت ده، جه هنا في التاني مثلا اخترت ده. كده انا خلصت اول خطوة. بعد كده بروح على فايل اكسبورت كرييت فيديو، اختار مثلا ستاندرد، وبعد كده ادوس كرييت فيديو. فبيقول لي عايز تحفظ سيف. هي الصورة ظاهرة عند الناس ولا لأ؟ الصورة ظاهرة عند الناس؟ طيب أنا بستنى بس تحت لحد ما بيحمل، زي ما انتوا شايفين بيحمل تحت، فاستنى عليه لحد ما يحمل. طيب بالنسبة للي الأرقام ما بتظهرش معاه على العد التنازلي، الناس لو سمعت المحاضرة المتسجلة كانت عرفت إيه السبب. فياريت الناس ما تعتمدش بس على المحاضرة اللي هي أنتوا بتاخدوها، المحاضرة اللي إحنا بناخدها دي بتكون تفاعلية. طب علشان تراجع اللي إحنا خدناه اسمع المحاضرة اللي نزلت. طيب ساعات بنلاقي ساعات بيكون في تاسكات مطلوبة في المحاضرة نفسها بيكون عليها درجات، وساعات بتكون بونص على حسب، زي ما الباشمهندس احمد حسام اتكلم معاكم التوزيع ازاي. طيب استنى اللي هو يعمل لي كرييت هنا تحت. تمام طيب لحد ما يعمل لي كرييت احنا هنشتغل مع بعض دلوقتي العد التنازلي تاني. نتعلم مع بعض ازاي اعمل عد تنازلي. بعمل صفحة فاضية أو فين لسه بيحمل معي. طيب كده أنا عملت سلايد فاضي، خليكم ماشيين معايا خطوة بخطوة، لأن الخطوة في العد التنازلي هتفرق معايا. بعد كده بروح أعمل إيه؟ أعمل خلفية أو باك جراوند. كليك يمين على الاختيار فورمات باك جراوند، أو كليك يمين عليها من بره واختار فورمات باك جراوند. أشوف أنا عايز الخلفية، بس على الأقل أخلي الخلفية لون سادة. خلي اللون اللي أنا عايزه يكون لون سادة. اختار لون مثلا زي ده. تمام ادي لون سادة اختار. بأول خطوة انا بختار اللون السادة في الخلفية. تاني خطوة بعملها ايه؟ تاني خطوة بروح من قائمة insert ومن shape بختار shape اللي هو الدايرة.
عشان الدايرة تطلع مظبوط معايا أفضل دايس على شيفت. يبقى أنا أول خطوة عملتها الدايرة خليتها في المنتصف، دي أول خطوة. بس معايا خطوة بخطوة. أروح برضو أعمل دايرة، قلنا إزاي بعمل دوبليكيت ليها عن طريق كنترول دي، بس أحاول أصغر الحجم بتاعها شوية. اللون أخليه لون الخلفية، إزاي؟ كليك يمين عليها، تمام. بس معايا لحد هنا خطوة بخطوة. فين الأول ظبطتها أهو، وبروح على فين عندي فورمات شيب واخترت جريديانت فيل اللون اللي أنا مختاره، تمام كويس خالص. دي أول خطوة، أتمنى لحد الآن مفيش أي مشكلة، المشاكل كلها بتكون في الخطوات اللي جاية. الناس تركز معاك في الخطوات اللي جاية. اللي بعمله إيه بعد كده؟ بروح أحدد، أعمل تحديد كده لكل ده. أنا كده حددت الاتنين، حد اللي مش فيه مشكلة. هروح على الترانزيشن ولا الانيميشن، احنا قلنا اي مؤثر في الداخل انيميشن، فبروح على انيميشن وعلى شكل الوول اللي هو الدولاب اللي انتوا شايفينه ده. فدي اول خطوة، دي اول خطوة. هتلاقي مكتوب لي ايه؟ واحد وواحد، واحد وواحد، تمام. هنا في الستارت هخليه with previous، هتلاقيه بقى معايا صفر وصفر، بقى معايا صفر وصفر. هنا المدة مثلا هخليها واحد. يبقى هنا بعد ما انا عملت لهم حركة بروح على start هخليه with previous، ومن ال duration هخليها واحد، ومن ال duration هخليها واحد. دي أول خطوة. طيب لو دوست على preview عمل لي كده الخطوة الأولى، كده دي الخطوة الأولى، الأولى اللي احنا بنعملها. بعد كده في حاجة اسمها انيميشن بين جزء الحركة، انيميشن بين جزء الحركة. لقيته عمل لي تحديد على الاثنين. طب لو مش محدد الاثنين، هضغط على كنترول A، كنترول A، هضغط على السهم اللي من تحت دي واختار حاجة اسمها effect option اللي هي اعدادات التأثير او خيارات التأثير. دي اول خطوة. بعد كده بروح على التوقيت تايمينج. انا هعمل ايه؟ عد تنازلي مثلا من 5 لحد 0، يعني هيعدل لي 5 4 3 2 1 0، هيعدل لي 6 مرات. فالريبيت هنا هختار 6، اختار او اكتب 6 وادوس على اوكي. ادي 1 2 3 4 5 6، دي كده أول خطوة. إيه الخطوة التانية اللي كنا بنعملها؟ إن أنا بعد ما خلصت الجزء ده كده، الجزء الأولاني كده أنا بقسمها لكذا جزء، ده الجزء الأولاني. بعد كده بروح على insert ومن text box أعمل text box أكتب فيه رقم، أكتب مثلا 5، حاول اظبط الرقم 5 اهو، ده كده الرقم 5. انا عايز 5 و4 و3 و2 و1، اخد مني كذا نسخة، ادي 1 2 3 4 5. لحد الان احنا ماشيين خطوة خطوة. ادي 5، أكتب هنا مثلا 4،
بعد كده عندي 3، عندي بعد كده 2، عندي 1، بعد كده 0، 1، بعد كده 0. أنا كده كتبت الأرقام لحد هنا، أتمنى ما يكونش فيه مشكلة. 5 و4 و3 و2 و1، أخدت أول رقم، أول رقم هاخده اللي هو 5، أخليه هنا في المنتصف. لحد الآن إحنا ماشيين تمام. طيب لو مش ظاهر في الشيب فورمات، لو عملت سند تو باك كده مش ظاهر. طيب لو عايز اظهره مثلا اخليه سند او برينج تو فرونت، احضار للامام، احضار للامام. دي كده اول خطوة. الخطوة اللي بعد كده، بعد ما حطيت الرقم بعمل ايه؟ بروح على انيميشن حركات. فاول حركة بختارها اللي هي ايه؟ بروح على انيميشن وبختار ابير اللي هو ظهور. دي اول خطوة، انا حطيت الرقم وبعد كده بدوس على ابير، بدوس على ايه؟ ظهور، علشان الخطوة الواحدة هتفرق معايا. طيب بعد ما دوس على ظهور الاقي في الانيميشن بين او جزء الحركة اللي عندي ظهر عندي هنا بيقول لي تكست بوكس 5 إلى 5، تكست بوكس 5 إلى 5. بس قبل ما اروح على التكست بوكس، انا بعد ما عملت له ابير اللي هو ظهور، لازم اخليه في الستارت فوق ويز بريفيوس مع السابق، ويز بريفيوس مع السابق. وبعد كده هلاقيه اصفار 0 0 0. وبعد ما عملت له ابير اللي هو ظهور، وبعد كده اخترت ويز بريفيوس، وبعد كده انيميشن بين اللي هو الجزء الحركه، اروح على التكست بوكس اللي هنا ده من انيميشن بين، وبعد كده افكت اوبشن اعدادات التاثير، وهختار لي صوت، اختار لي صوت. احنا قلنا انقر فوق او كليك، تمام. حد هنا اتمنى ما يكونش فيه مشكلة. تمام، دوست على موافق، سامعين الصوت كده. الخطوة الاولى انا ان انا بعد ما حطيت الرقم عملت له ابير اللي هو ظهور من انيميشن، وبعد كده خليت الستارت يبدأ من ويز بريفيوس مع السابق، وبعد كده رحت على الانيميشن بين اللي هو جزء الحركة واديت له صوت، اديت له صوت. حلو، بعد ما اديت له صوت بعمل ايه؟ الجزء الثاني بعمل له اضافه حركه، اد انيميشن، اد انيميشن. في اضافه الحركه بختار اللي هي انهاء، ولا اختار ايه؟ اختار انهاء بالظبط، ديس ابير، فهو بيختفي، لازم اختار كلمه انهاء. فهختار برضو هنا في الستارت ويز بريفيوس مع السابق، مع السابق. وفي الديلي او المدة انا اول رقم هديله 1. كده انا خلصت من اول رقم، دوست بريفيو كده اول رقم. نفس اللي انا عملته في اول رقم بعمله في تاني رقم اللي هو ايه؟ باخد الرقم 4 وبحطه على الخمسة. حلو كده، كده اول خطوة الرقم نفسه انا اخدته حطيته على الخمسة. قلنا بعد كده الخطوة التانية اللي بعملها ايه؟ ان انا بختار له انيميشن. الانيميشن اللي انا بختاره اللي هو ظهور، اللي هو ابير، تمام، ضغطت عليه. وبعد كده في الستارت هختار ويز بريفيوس مع السابق، مع السابق. واروح اختار هنا انيميشن بين، ومن الانيميشن بين هختار التكست بوكس، ثم اختار افكت اوبشن اعدادات التأثير. بعد كده في الساوند هحط له صوت، اختار كليك او انقر فوق وادوس على اوكي.
حلو، دي كده لحد هنا تمام. بعد كده هعمل له اد انيميشن، اضافة انيميشن تأثير، اد انيميشن، واختار اللي هي انها ديس ابير، واختار من ستارت هنا ويز بريفيوس، وفي الديلي المدة هكتب 2. اجي اعمل بريفيو، لحد الان اتمنى ما يكونش فيه مشكلة. جينا بعد كده على رقم 3، احطه عليهم برضو اهو رقم 3، واول خطوة بعد ما بحط الرقم ادوس على ابير اللي هو ظهور، وقلنا بعد كده من الستارت هختار ويز بريفيوس مع السابق، وبعد كده بروح على الانيميشن بين جزء الحركة، وادوس على السهم اللي عندي واختار افكت اوبشن اعدادات التأثير، وبعد كده اختار له صوت اللي هو كليك، وبعد كده بدوس على اوكي. هنا زي ما قلنا بعد ما ضفت له اللي هو الصوت بروح على اد انيميشن اضافة تأثير، وهختار اللي هو ديس ابير اختفاء. في الستارت هخليها ويز بريفيوس، ومن الديلي هزود المدة هخليها 3 4 3. هروح برضو على الاثنين اهو، واختار اول خطوة هختارها ابير ظهور، ومن ستارت هخليها ويز بريفيوس مع السابق، وبروح على جزء هروح بعد كده على افكت اوبشن اعداد التأثير، ومن الساوند اللي هو الصوت بختار اللي هو كليك، وبعد كده بدوس على اوكي. بعد كده اعمل له اد انيميشن اضافة تأثير، واختار اللي هو ديس ابير اختفاء، ومن ستارت فوق هختار ويز بريفيوس، ومن الديلي هزودها هخليها 4. اروح على البريفيو 5 4 3 2. برضه نفس القصة، ادي الواحد اضيفه عليهم، واروح اختار ديس انا اسف بختار ابير ظهور، وبعد كده في الستارت ويز بريفيوس، وبعد كده بروح على الانيميشن بين او جزء الحركة، اضغط على السهم اللي عندي واختار افكت اوبشن، ومن الساوند او الصوت هختار كليك، اختار كليك وادوس على اوكي. وبعد كده بروح على اد انيميشن اضافة حركة واختار ديس ابير، وبعد كده من الستارت هختار ويز بريفيوس، ومن الديلي هزودها اخليها 5. اروح اعمل بريفيو، اخر رقم عندي اللي هو الزيرو اهو حطيته هنا، اختار ابير ظهور، من الستارت هختار ويز بريفيوس، اختار انيميشن بين، وبعد كده هضغط على السهم اللي عندي ديه واختار افكت اوبشن اعدادات التأثير، ومن الساوند هختار كليك، بعد كده ادوس على اوكي. بعد كده ادوس على اد انيميشن واختار اللي هو ديس ابير اختفاء، وبعد كده من الستارت هنا بختار ويز بريفيوس اللي 6، بعد كده ادوس على بريفيو. ادي العد التنازلي. الناس ما سمعتش المحاضرة صح كده؟ المحاضرة اللي فاتت اللي نزلت. طيب جربت الخطوات اللي احنا عملناها دلوقتي بنفس الترتيب كده؟ بس جرب الخطوات بنفس الترتيب اللي احنا عملناه ده بالظبط. تمام، في مشكلة فيه ولا ندخل على اللي بعده؟ في مشكلة ونطلع على اللي بعده. أطلع على اللي بعده.
انا مش كل الفيديو، فادي عمل لي هنا دمج للفيديو، فده الفيديو الاول وده الفيديو الثاني كده، عمل لي دمج للفيديو اللي عندي، عمل لي دمج للفيديو. كده عمل لي دمج للفيديو. تمام، طيب ده بالنسبة للعد التنازلي. طيب دمج ايه؟ احنا قلنا عشان ندمج اي فيديوين الاول ادخلهم على الباوربوينت، ادي اول فيديو عندي هضغط عليه، وبعد كده اروح على حاجة اسمها بلاي باك. بلاي باك، من بلاي باك من الستارت فوق هختار اوتوماتيك. اوتوماتيك هروح على تاني فيديو نفس القصة هضغط عليه، ومن البلاي باك برضو من الستارت هختار اوتوماتيك. فدي اول خطوة. بعد كده بختار لكل فيديو بختار له تأثير اللي هو ترانزيشن. ترانزيشن اخترت ده ليه تأثير واخترت ده تأثير. الخطوة الأخيرة بقى بروح على فايل وبعد كده اكسبورت واختار كرييت فيديو، وبحدد هنا جودة الفيديو اللي انا عايزها، وبعد كده بختار كرييت فيديو او كرييت فيديو. طيب حتى الآن في مشكلة ولا نبدأ في الجديد؟ نبدأ في الجديد ان شاء الله. نبتدي نشتغل مع بعض في الجديد، نصمم شخصية كرتونية ولا في مشكلة في القديم؟ اول حاجه عندي مثلا لما انا هاجي اصمم شخصيه كرتونيه اصممها على اي خلفيه عندي، فانا مثلا اختار ليها باك جراوند، اختار مثلا خلفيه زي حلو كده. دي اول خطوه. الخطوه اللي بعد كده بروح على انسيرت، انا شغله كله هيكون على الشيب، واخترت شكل زي ده اهو. دي اول خطوه، رحت على شيب، من انسيرت اخترت شيب واخترت شكل ريكتانجل اللي هو الراوند، وراح انزله اهو زي ما انتم شايفين. امسك اللي هو الدايره اللي لونها اورنج هنا وانزلها لتحت شويه زي ما انتم شايفين. فدي اول خطوه، دي اول خطوه. فيها مشكله؟ ده بالنسبة لأول خطوة. اللون برضو زي ما أنا عايز، أختار أي لون أنا عايزه، أي لون ممكن أختاره عادي. يعني مثلا هنا في الشيب فيل ممكن أختار اللون ده، طبعا أنا مش هعوز ليها أوت لاين، فممكن ألغي الأوت لاين بتاعها، ممكن ألغي الأوت لاين بتاعها. بس أحاول أصغرها دي شوية. اول خطوه بختار باك جراوند، يا اما اخليها على الخلفيه البيضاء مش مشكله، وبعد كده بروح على الانسيرت واختار منها شيب واختار الشكل ده ريكتانجل او اللي هو الراوند شكل المستطيل بس الدائري. وقلنا بمسك اللي هو النقطه اللي هي لونها الاورنج دي وبسحبها لتحت، بيجي معايا الشكل بالمنظر.
بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بروح برضو من الشيب بختار دايرة، بختار شكل الدايرة من الشيب، هختار شكل الدايرة اللي هو جنبه. هو الشكل ده مثلا. دي الخطوة التانية، أتمنى ما يكونش فيها أي مشكلة. ممكن دي، أنا دي مش عايز ليها أوت لاين، مش عايز ليها حدود أصلا خارجية. من الشيب أوت لاين أخليها نوع أوت لاين، اللون بتاعها مثلا هخليه لون أسود. وأنا بعد ما بشيل الأوت لاين اللون الأسود كمثال، دي كده أول خطوة. هعمل إيه؟ هاخدها زي ما هي كده وخليها هنا من فوق. بس أحاول على قد ما أقدر أصغرها شوية تاني، يعني أنا هصغر دي شوية، أحاول أصغرها شوية أهي. مثلا أخد منها نسخة تانية، قلنا إزاي باخد منها نسخة تانية؟ كنترول دي، كنترول دي، كنترول دي، نسخة تالتة كنترول دي أهو. أنا مثلا لو دي كبرتها أهي، دي أجيبها هنا جنبها أو تحت شوية، بس أكبر برضو أهي. اخد برضو الشكل التالت ده اللي انا عملته، احاول اصغر شوية حتى هنا، اتمنى ما يكونش فيه مشكلة. انا كل ده بستعمل فيه شيب او اشكال. الشكل من تحت احاول لو اشيل لي الاوت لاين، اخد واحدة رابعة مش مشكلة، صغر تاني كمان كنترول دي وخدت واحدة رابعة، صغر دي كده أول خطوة. أتمنى ما يكونش فيها أي مشكلة. إحنا كل ده بنستعمله إيه؟ كل ده بستعمل فيه اللي هو الشيب، الشكل كل ده بستعمل فيه الشيب. ممكن الشكل ده الأخير أخليه في الخلفية من ورا، send to back أهو، أنا خليته من ورا كده. قلنا إزاي بضغط عليه ومن الشيف فورمات بختار من send backward هختار send to back، وكل ده أنا بستعمل فيه اللي هو الشيب. بعد كده بعمل إيه؟ عايز أزود، أزود مفيش أي مشكلة. اخد واحدة زي دي كده اهي، كنترول دي، اخليها من الناحية التانية برضو، اخليها في الباك الخلف اهي، اتمنى ما يكونش فيها اي مشكلة اهي. لحد الان ماشيين زي الفل. هاخد برضو نسخة تانية، احنا كل ده بناخده نسخ، انا كل اللي عملته شكل واحد بس وعملت منيه كل الاشكال دي. حلو خالص. تانية كنترول دي، خدها مثلا تحتها تمام، خليها برضو سند تو باك، احاول ايه اخليها كده عليها شوية زي ما انتم شايفين. ده كده البداية، دي البداية بتاعتي. بعد كده بعمل ايه؟ خليها دي اسحبها كده مثلا على جنب وابتدي اشتغل في حاجة تانية. من insert اروح على shape وبعد كده اختار مثلا دايرة صغيرة زي دي. انا عايز اعمل ايه بيها الدايرة الصغيرة؟ العينين مثلا انا عايز اعمل ايه بيه؟
غير لونها مثلا، خليه اللون ده او اللون ده، وزي ما قلنا في الاوت لاين انا هشيل الاوت لاين عندي، هشيل الاوت لاين. طيب بعد ما شلت الاوت لاين بعمل ايه؟ باخد برضو نسخة تانية منها، ادي نسخة تانية منها بس هحاول اصغر النسخة التانية دي. زي ما انتوا شايفين اغير لون عشان تكون ظاهرة عندي اهي، اخترت اللون ده خليتها في المنتصف، احاول اجيبها في المنتصف على قد ما اقدر. شايفين شكلها ازاي؟ تفتكروا ده شكل ايه؟ انا عايز اوصل لايه؟ عايز اعمل الودن بتاعته. انا كل ده بستعمل فيه شيب اشكال، انا كل ده بستعمل فيه اشكال بس. حلو كده. طيب خدها زي ما هي واخليها مثلا هنا، الصوت بلا تمام بالظبط بالظبط كويس خالص، اذن او عين. طيب انا عملت جنب، عايز اعمل التاني، عامل التاني هو هو، باخد له برضه باخد نسخة مني. احاول على قد ما اقدر اظبطها. احنا بنرسم بشر فلازم ناخد بالنا من كل حاجة، بنرسم انسان طبيعي زينا كده. حلو. زي ما انت قلت نعمل له سيند تو باك. اعمل له من شيف فورمات، اختار سيند تو باك. اطلع فوق شوية، اخليها عايزين ان في حاجة غلط صح ازاي بقى؟ دي بالنسبة للأذن دي بخليها للخلف send to back. طب ما في حاجة تانية، ودي أخليها أقول send to back إرسال للخلف، واللي فوق دي برضو نفس القصة send to back إرسال للخلف. لا مش عايز نسخة، أنا عايز أحركه. نفس اللي انا عملته اصلا، انا عملته في الجنب ده هعمله في الجنب التاني. ايه اعمل لها سند تو باك. دي اخليها سند تو باك برضو عشان اظبطها.
على قد ما اقدر اظبط ال نفس القصة هنا، أحاول برضه أظبط الأسرة. الصوت واضح للناس، أكمل ولا في مشكلة في اللي فات؟ لا كده تمام يا باشمهندس، الصوت كده تمام. وصلنا لحد هنا الأوت لاين. أنا عايز الأوت لاين نفسه أعمل له تضخيم شوية، أدي من الويت أو الوزن أو زي ما أنتم شايفين. ممكن أغير اللون بتاعه عادي، خلي مثلا اللون ده، عايز الأوت لاين وليس الفيل، وخليت لون زي ده. لحد الآن ما فيش أي مشكلة. أعمل تضخيم أكتر مثلا ليه، اختار اللي هو ده، اجيبه هنا مثلا، اخليه اصغره شوية. اخد منه نسخة تانية، كنترول دي، خلي الناحية التانية اهي. حتى الآن أتمنى ما يكونش فيه مشكلة. هاخدهم لبره، عايز أعمل عليهم حاجة برضه، ما عايز أعملها كنظارة. أركز برضه أنا وبختار، لازم أضغط على الحاجة نفسها. بروح هنا على insert و shape واختار شكل زي ده، زي ما انتوا شايفين شكل النظارة. برضو هزود السمك بتاعه، السمك هنا بتاع الاوتلاين هزوده، وهخليها بنفس اللون اللي انا عملته في النظارة نفسها. طبعا الشيف فيل اخليه نو فيل، اخليه نو فيل، لا اخلي له فيل بس نفس اللون برضه. انا كل ده بعمله بنفس اللون زي ما انتم شايفين. انا وصلت للشكل ده، وصلت للشكل ده. هاجي بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده ان شاء الله برضو انا كل ده شغال على الشيب، انا كل ده شغال على ايه؟ على الشيب. اروح برضو انا شلت اللي جوه اهي، انا عملت دايرة وشلت منيها الفل التعبئة بتاعه، فخليت ليها بس من بره اهو. عملها تاني من insert، بعد كده shape، اختار شكل الدايرة دي اهي. بروح على shape fill اخليه no fill، no fill. من الشيب outline هختار outline بنفس الشكل ده. الخط الخارجي انا عايز اعمل له تضخيم من فين، من الويت، واختار السمك اللي هو 4.5. اخد نسخة منها تاني، كنترول دي، احطها جنبها، اقرب المسافة شوية. عايز اعمل اللي هو اللي بيربط ما بين الجانب يعني الايمن والايسر، شيب، هختار الشكل اللي هو اخترناه في الاول، ريكتانجل راوندد، اختار حاجة صغيرة اسحبها لحد تحت، اختار نفس اللون برضو اوت لاين، اختار نفس اللون السلويت برضو هديله نفس اللون. ادي شكلها، ادي شكلها.
بعد كده عايز اعمل ايه؟ بعد ما عملت النضارة وكل حاجة، هروح برضو على الشيب، هروح برضو فين؟ على الشيب، انسرت، بعد كده شيب، اختار شكل زي ده، مستطيل، احاول بس اميل الشكل اهو، ميلته، اروح هنا نعرف ليه حشو. يعني الأول أنا لسه هحاول أكبر سنة صغيرة تاني، أنا عايز أشوفه جاي نفس، لأ برضه صغر شوية، طيب هنعرف دلوقتي، هنصغر تاني، خلي مثلا لونه في الشيف اللي خليه اللون الأبيض. مش عايز ليه اوت لاين، بختار نوع اوت لاين، هاخده كده هنا اهو، اعمل له ايه؟ اعمل له سند تو باك، ارسال للخلف، نفس القصه برضه، كنترول دي اخدت نسخه خليها الناحيه التانيه برضه، سند تو باك، حد هنا اتمنى ما تكونش في اي مشكله. حددهم واسحبهم واخليهم هنا اهو، اي حد الان مفيش مشكلة. هعمل ايه بعد كده؟ تفتكروا هعمل ايه؟ هعمل ايه بعد كده؟ نفس الفكرة، أنا عايز أعمل إيه؟ لحد الآن إحنا ماشيين خطوة خطوة، تمام؟ أنا اللي من ورا ده مش ظاهر، أنا عايز أظهر مثلا، اللي من جوه ده أنا مش شايفه، طب أنا أظهره إزاي؟ انا اخلي ده اعمل لها send to back، انا عايز اظهر اللي انا كنت عامله، اللي انا عامله بظهره ازاي؟ انا عايز لو جيت اخدت برضه النضارة تاني لبره اهي، لا كنترول زد، انا رجعت، انا عايز اظهر اللون الازرق اللي من جوه، بظهره ازاي؟ تفتكروا بظهره ازاي؟ الناس معايا خطوة خطوة، الناس معايا خطوة خطوة، انا اول حاجة اخليه ارجعه تاني زي ما كان اهو، اعمل له سند تو باك، تمام اهو، انا عايز اظهر الخط الابيض اللي من جوه، بظهره ازاي؟ ظهر في حته والتانية لا، ليه؟ انا هاخده برضه زي ما هو اهو، تفتكر المشكله فين؟ على فكره ممكن على طول بكل سهوله اخد واحده زي دي اعمل لها كنترول دي، اعمل لها من هنا مثلا سند تو باك، هنشوف هتظهر معانا ولا لا، ظهرت معانا، تفتكروا ما ظهرتش ليه؟ طب او اعمل لها ايه علشان تظهر؟ اعمل لها ايه علشان تظهر؟
الناس معايا؟ نعمل لها ايه عشان تظهر؟ نعمل لها ايه علشان تظهر؟ طيب اول حاجه انا هعمل هرجعها تاني زي ما كانت وقت. حلو، بعد ما رجعتها هعمل ايه؟ اضغط كليك يمين عليها، كليك يمين. بعد ما هضغط كليك يمين هعمل ايه؟ لو دوست مثلا سند او برينج تو فرونت، رحت اخترت مثلا برينج تو فرونت فظهرت معايا. يبقى تاني من هنا كليك يمين عليها واختار برينج تو فرونت، واختار برينج تو فرونت يعني احضار للامام، احضار للامام. احطها عادي زي ما هي اهي، اظبطها. بعد كده هعمل البؤبؤ بتاع العين. انا البؤبؤ بتاع العين كنت بعمله ازاي او بيتعمل ازاي؟ بروح على انسرت برضو وشيب، واختار شكل الدايره الصغيره اهو، واخلي لونها مثلا اسود. خدتها، لو خليتها كده هنا ايه اللي هيحصل؟ لحد الان الناس ماشيه معايا. اخد نسخه منها برضو، كنترول دي، وخلي النسخه منها التانيه هنا. فكرة ان هي مظبوطه ولا فيها مشكله؟ مظبوطه ولا فيها مشكله؟ هو بالعين كده مظبوطه ولا في مشكله عندي؟ ممكن احاول اكبر شويه، اكبر، ممكن الناس بقى بالعين بتاعهم كبير شويه، فخليها مثلا ادهم دي، الغيها خالص، واخد دي، اخد لها كنترول دي، واخليها برضه هنا في نفس المستوى بتاعها. طيب حد هنا مفيش مشكلة. دي كده الخطوة اللي احنا ماشيين فيها. بعد كده بعد كده يا ريت الناس تشارك معايا الخطوة اللي بعد كده. احنا كل اللي احنا بنعمله في الشكل، احنا كل اللي بنعمله ان انا بعمل بيه شخصية كرتونية، كل الفكرة ان انا بستخدم بس شيب، انا مش بستخدم اي حاجة تانية غير الشيب. فنحاول نخترع مع بعض، نحاول نخترع مع بعض. اروح على بابا العين اللي عندي، لو قلت مثلا برينج تو فرونت، لا انا مش عايزه برينج تو فرونت، انا عايزه سند تو باك. برضو ودهولي في الخلف برضو، ازاي اعملها تاني؟ تفتكروا ازاي؟ ارجعها تاني اهو زي ما كانت. انا هحدد الحته اللي من بره دي، واحدد اللي من جوه، واحدد فوق والعين. ولو اخترت مثلا سند تو باك برضو وردها لي كلها للخلف. وانا بعمل ايه فيها دي؟ بعمل ايه فيها؟ كل الحكاية إن أنا هحدد جزء النضارة من بره والجزء اللي من جوه. أنا مش عايز جزء النضارة ده، الجزء الأبيض اللي من جوه. كليك يمين، أختار برينج تو فرونت زي ما أنتوا شايفين كده. هنا نفس القصة، بحدد الجزء الأبيض وجزء النضارة بتاع اللي من بره. بس الأول أهو حددت الجزء اللي من بره وحددت الجزء اللي من جوه، كليك يمين وبرينج تو فرونت، واخترت برينج تو فرونت زي ما انتوا شايفين الشكل كده، زي ما انتوا شايفين الشكل. حاول مثلا يخليها فوق شوية، فوق والعين اطلع بيها فوق شوية أهو، حاول أظبطها على قد ما أقدر.
حلو خالص لحد الآن، لحد الآن إحنا ماشيين واحدة واحدة، محدش يكون عنده مشكلة. طيب بعد كده الخطوة اللي بعملها، الخطوة اللي بعملها بعد كده أنا عايز أعمل الأنف وعايز أعمل اللي هو البق، فبعمله إزاي؟ بروح برضو على الشيب، بروح عندي على تمام انسيرت وبعد كده شيب، اختار الشكل ده وبتركم منه. حلو انا اخترت الشكل ده، احاول اعمل له روتيت او تدوير، روتيت او تدوير، عملت له تدوير شوية بس احاول اصغر الشكل. حلو خالص لحد الآن. زي ما انتوا الشكل كده انا هحاول برضو اظبطه على قد ما اقدر. خليه مثلا اللون بتاعه من اسود، اروح اخليها صغر بس شوية، بس قبل ما اخليها هنا احاول اصغر الشكل شوية. ممكن اعمله كده، ممكن اعمل ايه، ممكن اجيب اللي معاه 2016 اوفيس 2016 شكل زي ما انتوا شايفين، اروح احددهم الاثنين. في حاجه ظهرت معايا فوق اسمها الميرج شيب، ممكن اخلي الشكل ده واغير لونها للاسود واكبر الشكل شويه. مش عاجبني فاعمل ايه؟ ممكن مثلا عايزين نعمل ده، عندي شكل زي ده، اخد الشكل ده اعمل له روتيت تمام، اغير لونه اخلي اللون اسود. لحد الآن مفيش مشكلة. عايز أعمل بعد كده جزء السنان، أنا جزء السنان بعمله إزاي؟ ولو جينا نجرب، في حد بيقول لي شكل الهلال، الشكل ده مش عارف ايه، ناخد الشكل ده خالص. كل واحد بيظبط على كات ما هو شايفها مناسب هنا. انا الاسود بس انا كده اظبط على ده. حلو خالص. طب عايز اعمل جزء السن، هروح برضو على انسرت من شيب، هختار شكل المستطيل، مستطيل صغير كده اهو، حاول يكون بس في نفس الحجم.
احاول اظبط الشكل على قد ما اقدر. طيب خلي لونها مثلا ايه من شيف فيل، اخترت لون زي ده، هل هو مناسب ولا اختار لون تاني؟ انا طبعا مش عايز ليها اوت لاين، نو اوت لاين. انا هخلي اللون بتاعها اللون الابيض عادي اللي احنا اخترناه في الاول. تمام، بحاول اظبطها على قد ما اقدر. تمام، ابتدي اظبط فيها على قد ما اقدر. الخطوة اللي بعد كده، الخطوة اللي بعد كده بعد ما خلصت خلاص مثلا جزء زي ده، ايه الخطوة انت شد. انا هسيبها على كده خلاص. الخطوة اللي بعد كده اللسان بعمله ازاي؟ خدت مثلا نسخة زي دي، راح أصور أصور أصور، أنا مش عايزها دي، أنا هعملها مثلا، هعمل شكل اللسان، أخلي اللون بتاعها مثلا اللون الأحمر، أعمل لها نوع أوت لاين، وقت جيت حطيتها مثلا هنا. من خلالها اكليك يمين عليها واختار send to back، انا سبتها للخلف خالص، لا اعمل لها bring front اهو، اوكي ما عملته، اعمل له bring to front. تمام، زي ما انتم شايفين الشكل لحد الآن. عندي بعد كده ايه المشكلة؟ هل ده مناسب معايا ولا لا؟ ممكن اعدل فيها زي ما انا عايز، يعني مثلا اخدت الشكل ده مع اللي تحت مع ده، خدتهم بره، اتخذت دي مثلا عملت لها طعم من بره اهي، عملت كنترول دي تاني ليها، تمثل الاثنين، احدد الاثنين اللي عندي واروح من ميرج شيب واختار اللي هو سبمر ولا دي، اخترت دي حلو، واخليها من تحت، او عايز اكبر أكبر زي ما أنا عايز. خدها زي ما هي كده، حطها هنا. أروح أحدد الشكل ده كله، ومين جروب خليه جروب مجموعة واحدة، هذه الشخصية الكرتونية. هي سهلة على فكرة، بس محتاجة شغل ومحتاجة صبر، محتاجة صبر عشان أعمل الحاجات دي كلها. فيها مشكلة، دي الشخصية الكرتونية البيزك شيب، في المون مكتوب عليه، ممكن اختراع شكل المون. ماشي، برضه انت بتختار الشكل المناسب لك. حتى الآن في مشكلة، ادفع اللي بعده.
في مشكلة، هي أخدت وقت معانا بس محتاجة صبر، لأن كل الأدوات اللي أنا بعملها بحتاج، أنا دايما بستعمل اللي أنا كنت بستعملهم بس الشيب الأشكال، واللي هو السند تو باك والسند تو فرونت، إرسال للأمام وإرسال للخلف، دول أكتر حاجتين أنا كنت بستخدمهم. طيب حد عنده مشكلة ولا ندخل على تصميم اللعبة؟ حد عنده مشكلة فيها؟ في حد عنده مشكلة؟ ندخل على اللي بعده. اولا برضو في تصميم اللعبة برضو هستخدم شيب كتير اشكال. انا حقيقة التصميمات دي كلها يعني بنسبة 90% بستخدم اشكال، الشيب هو اللي يفرق معايا. طيب اول خطوة بعملها ايه؟ انا عايز اصمم لعبة زي مثلا لعبة حلزونية، فبروح على شيب واختار شكل اللي هو الدايرة كده. اول خطوة اخترت شكل الدايرة، تمام. الخطوة اللي بعد كده بعمل ايه؟ برضو من الشيب اروح على الشيب، من انسرت واختار شيب واختار شكل اللي هو احنا كنا عملناه زي جذع الشجرة الشكل ده، وراح اعمل له روتيت اللي هو دوران. دي كده اول خطوة، دي كده اول خطوة معايا. بعد كده واختار ايه، اروح بعمل، بروح برضو على شيب، بروح على شيب باول خطوة. انا كل ده بستعمل فيه شيب، اخترت شكل اللي هو الدايرة، بعد كده من انسرت برضو شيب اخترت شكل اللي هو جذع الشجرة. طيب بعد كده اختار الشكل ده اللي انتوا شايفين حد الان، تمام مفيش اي مشكلة، واحاول اعمل له على قد ما اقدر اعمل له تدوير. اهو انا عملت له تدوير، ليه؟ عشان اركبه على دي. طيب حتى الآن مفيش مشكلة، بس هشيل برضو ليه الأوت لاين عشان الخط ده، خلينه أوت لاين، أحاول أظبطه على قد ما أقدر. طيب دي أول خطوة، دي أول خطوة معايا، تمام. أنا بحاول أظبطها هنا على قد ما أقدر، تظبط معايا وممكن متظبطش معايا. طيب بعد كده أروح برضو على شيب، أروح على إنسرت وبعد كده أختار شيب. أنا كل دي أشكال، أختار الشكل اللي زي ده أهو. أكبره شوية، التدوير هنا، هرجع اعمل تدوير تاني اهو، انت زي ما كنت. هي خليتها عليه. اخد برضو من هنا نسخة تانية اهي، دي النسخة التانية هعكسها. النسخة التانية اللي انا عملتها هعمل لها روتيت تدوير. هعمل لها روتيت اللي هو تدوير. بعد كده بروح برضو على شيب، بختار ايه؟ لا بس خليه من تحت،
اللي هو بسند عليه الاثنين دول. لحد الآن أتمنى ما يكونش في أي مشكلة، تمام. دي كلها أنا بعمل شيء، دي كلها أشكال أنا بعملها. حلو خالص، أنا هاخد الشكل اللي فوق ده وهروح send to back، هرسله للخلف وللأمام. هو كده مرسل للأمام، كده أنا عايز أعمله للخلف تاني، send to back، هو كده موجود في الخلف. حلو خالص، والاتنين دول اللي عندي برضو ده وده هعمل له send to back، send to back. طيب ده انا عملت له send to back. حلو خالص، يعني انا عايز ارسله للخلف. لحد الان مفيش اي مشكلة. جاهز زي ما كانت كده، تمام. هروح برضو على انسرت وشيب واختار شكل زي ده. احاول اغير اللون مثلا، اخليه لون ابيض كمثال اهو. احاول اظبطها شويه. لحد الان احنا ماشيين بخطوات ثابته، احاول اظبطها على قد ما اقدر. وبرده من الشيب هروح تاني على انسيرت، بعد كده شيب، اختار الشكل ده اللي فوق انتوا شايفينه، واحط فوق اللعبه من فوق، تمام. ما يكونش فيه مشكلة لحد دلوقتي. بس دي كده انا ممكن اعمل لها سند تو باك، ارسل للخلف زي ما انتم شايفين اهي، تمام. اروح برضو على انسرت واختار شيب، ومن شيب اختار الشكل ده. هعمل ايه بيها الشكل ده؟ او الشكل ده هعمل ايه بيه؟ هعمل له روتيت تدوير واخليه كده من فوق، اعمل له تدوير اكتر. كنترول دي بعمل روتيت من الناحية التانية. اخلي مثلا الوانهم كمثال، لو نختار ايه، اللون الابيض مثلا، لا هو اللون الاسود، او اختار الوان كده تكون مناسبه. اختار اللون الرصاصي، بعد ما اخترت اللون الرصاصي واختار اي لون انا عايزه، اي الشكل اللي من تحت ده برضو اغير اللون بتاعه بنفس الشكل ده، او اخلي مثلا اللون في الشفل، اخلي اللون ده، او اختار اللون اللي انا عايزه. اخترت اللون ده كده، انا لحد الان ماشي تمام كويس خالص. دي الالوان دي ممكن اغيرها. اختار الالوان اللي انا عايزها، الحته اللي انا شايفها مناسبه. طيب وبرده انا مش عايز ليها اوت لاين، ده مش عايز ليها اوت لاين اللي هو حدود خارجيه، هشيل الاوت لاين. اتمنى لحد الان ما يكونش فيه اي مشكله. طيب حلو خالص،
دي مثلا ممكن يتعمل لها كده، بس احاول اظبطها. تمام ماشيين لحد الآن خطوة بخطوة مع بعض، حلو كده. ممكن أعمل إيه بعد كده؟ بعد ما خلصت الجزء ده تمام، بروح على أول عصا عندي، بختار لها أنيميشن مؤثر، يبقى بختار لها أنيميشن اللي هو المؤثر. إيه هو المؤثر؟ هو مؤثر التدوير، أنا عايزها تدور، فأختار أقعد أدور لحد السبين اللي أنتوا شايفينه ده. حلو خالص لحد الآن. بعد كده بعمل إيه؟ بعد ما اخترت اللي هو السبين، لو جيت عملت له بريفيو زي ما أنتوا شايفين، تمام؟ أجي بعد كده على الأنيميشن بين أو جزء الحركة، جزء الحركة. فظهر معايا بالشكل ده. فأول حاجة جزء الحركة. بعد ما اخترت جزء الحركة هختار start with previous، أو بختارها من فوق، مش لازم جزء الحركة، خليها إصغار مع السابق. وبعد كده في الأنيميشن بين هختار effect option، إعدادات التأثير. في إعدادات التأثير هروح على حاجة اسمها timing، وأختار من الريبيت تكرار، أخليها until end of slide، لحد نهاية السلايد. يبقى بعمل إيه تاني؟ بعد ما أنا اخترت لها انيميشن اللي هو سبين، بروح على الستارت اخليها ويز بريفيس، وبعد كده بروح على الانيميشن بين جزء الحركه، بعد كده بختار حاجه اسمها افكت اوبشن، وبعد كده من التايمنج من الريبيت بختار انتل اند اوف سلايد، لحد نهايه السلايد. بعد كده بدوس على اوكي. لحد الان مفيش اي مشكله. هنيجي على الجزء الثاني اللي من تحت، برضه احاول اختار لها، ادور على السبين. بدل ما اعمل كل الخطوات الثانيه بعمل ايه؟ انا ضغطت على دي، كان في حاجه اسمها الانيميشن بنتر، ان انا عايز اخد نفس الشغل اللي انا عملته في الـ المستطيل الاولاني ده، هو بدل ما اعمل نفس الخطوات تاني، انا كده ضغطت عليها. حلو كده، بروح على حاجه اسمها انيميشن بنتر، وبختار اروح اعلم على الجزء التاني اهو. نفس الخطوات اللي انا عملتها في الاول بتتعمل لي على التاني. يبقى ازاي؟ اهو انا ضغطت على الاول، وبعد كده بروح على انيميشن بنتر، ان انا عايز اطبع كل التاثيرات اللي انا عملتها. بدل ما بختار زبين وبعد كده ويز بريفيوس وبعد كده بختار من التايمنج انتل اند ذا سلايد، فهنا على طول انا اخترتها، وبعد كده انا عايز نفس التاثير دي اخده على التاني. نفس القصه ده على فكره ممكن نعملها على ارقام، نعملها على ارقام في العد التنازلي. تمام، اخترت حاجه اسمها انيميشن بنتر ان انا اطبعه، وروح اضغط على الجزء التاني اللي عايز اعمل عليه نفس التاثير اهو، فكده عمل لي نفس التأثير. بس انا عايز بقى ايه؟ العكس اهو، عكس. يبقى من افكت اوبشن، وبختار اللي هو اللفة اللي هو العكس، كونتر كلوك وايز، ان هو يلف لي العكس، عكس عقارب الساعة. حتى الآن مفيش أي مشكلة. فلو جيت مثلا عملت بريفيو، نعمل بريفيو تاني اهو زي ما انتم شايفين. طيب هروح على انسرتار شكل اللي هو جذع الشجرة، اللي هو الشكل فين وراح، اللي هو ده. ايوه ده. هنعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة بروح على الانيميشن بعد ما عملته، بعد كده اختار فلاي ان،
هو كده جاي لي من تحت. انا لا انا عايز اجي من ناحية اليسار، ومن افكت اوبشن هختار فروم ليفت، فروم ليفت زي ما انتم شايفين. وبعد كده هخليه اروح على الافكت اوبشن، على الافكت اوبشن من الانيميشن بين، واختار في من الريبيت انتل اند ذا سلايد، وادوس على اوكي. بس ما انساش ان انا اعمله من الستارت ويز بريفيوس مع السابق، ما انساهاش اهو. واخدين بالكم؟ بحاول في الديوريشن او المده اخليها مثلا ازود شويه في المده اهي. اتمنى ما يكونش في مشكله لحد الان. حلو خالص. لحد الان زي ما احنا عارفين انا عايز اعمل تاثير ليه، انا عايز احركه. ف انا كده خلصت اعتبر من الجزء الاولاني، خلصت من الجزء الاولاني. في الجزء الثاني بعمل ايه فيه؟ انا لسه ما خلصتش، انا لسه ما خلصتش. في الجزء الثاني بروح اعمل سلايد فاضيه من انسرت او من هوم، بختار نيو سلايد، اختار بلانك. بعمل ايه السلايد الفاضيه فيها؟ اول حاجه بدرج، انا اسف، بدرج من الشيب، هو شكل الوش اللي عندي فين وشكل الوجه اهو زي ما انتم شايفين الشكل اهو. طيب بختار، بعمل ايه تاني؟ احاول اغير اللون بتاعه في الاوت لاين، مثلا اخليها باللون اللون ده، اللون الازرق مثلا. الويت الوزن بتاعها خليها كده اهي. حلو خالص. واروح برضو على انسرت تاني ومن شيب، انا كل ده بعمله بالشيب اشكال، اختار الشكل ده. حلو كده انا اخترت الشكل ده، بس لا انا مش عايز ده، مش عايز الشكل ده، انا عايز اللي هو اللي بيبان عليه جزء التفكير، ان انا بفكر مثلا اللي هو فين. ندور عليه مع بعض تاني. انزل تحت شوية اهو، اللي هو ده اللي انت شايفه ده، اجيب ده خليه تحت. تمام. حلو خالص. بالنسبة للشيب ده مثلا اكتب فيه اي حاجة كمثال، يعني هنقول له سوري مثلا جيم اوفر. تمام زي ما احنا قلنا سوري جيم اوفر. حاول مثلا اعمل تضخيم للخط نفسه. كده ظبطت على قد ما اقدر. شوف انا عايز اظبطه ازاي. طالعين اللي في الميدل هنا، هي لحد الان انا ماشي. سوري جيم اوفر، او اكتب اللي انا عايزه، بكتب اللي انا عايزه، اللي انا عايزه ممكن اكتبه. اروح مثلا على انسرت من شيب، اختار مثلا شكل زي ده اللي هنا، واغير اللون بتاعه، واكتب جواه تراي اجين، تراي اجين يعني حاول مرة اخرى. اغير اللون بتاعه برضه زي ما انا عايز. ده ايه على سيبك كده، سيبها مفيش اي مشكلة.
اروح بعد كده انا بعد ما عملت لو جيت رجعت لدية تاني، لو جيت رجعت لدية تاني واخترت مثلا الشكل الاولاني اللي من فوق دية، تمام، من انسيرت هروح على انسيرت، وبعد كده بروح على حاجه اسمها اكشن، اللي هي اكشن اهي اللي انتم شايفينها، عندي ماوس كليك وعندي ماوس اوفر، ماوس كليك وماوس اوفر، دي الاوامر عندي في الماوس كليك والماوس اوفر. فانا مثلا هختار اروح اللي هو الماوس اوفر واختار هايبر لينك، واحنا كنا اخذنا الهايبر لينك اللي هو ايه، ارتباط تشعبي رابط. طب انا عايز اروح لفين بالظبط؟ بيقول لي نيكست بيج، نيكست سلايد، الصفحه اللي بعدها، فدوست اوكي، هدوس على اوكي. نفس القصه برضو، اروح على الجزء الثاني اللي عندي واختار اكشن، وبعد كده من ماوس اوبر بختار هايبر لينك تو، يعني بيعمل لي ليها ارتباط بايه، بالسلايد اللي بعدها. بعد كده هدوس على اوكي. طيب اجي على الصفحه اللي بعدها، الصفحه اللي بعدها هضغط على تراي اجين، هروح على اكشن، بس المره دي هستخدم ماوس كليك، وبعد كده اختار هايبر لينك تو. هيوديني على ايه؟ هيوديني على الصفحه اللي قبلها، وهختار بريفيوس سلايد وادوس على اوكي، بريفيوس سلايد وادوس على اوكي. حتى الان اتمنى ما يكونش في اي مشكله. فلو جيت مثلا عملت سلايد شو واخترت فروم كرنت، او اختار مثلا من انيميشن، هختار انيميشن، هختار بريفيو، اختار بريفيو ازاي، هختار مثلا ترانزيشن، هل هيعمل معايا؟ لا، هنا في الانيميشن هختار بريفيو. طيب معنى كده ان انا لو جيت هنا عشان اعمل تراي اجين، هيوديني للصفحه اللي قبلها، دي هيوديني للصفحه اللي قبلها، بس لازم اعمل سلايد شو. زي سلايد شو، هروح على سلايد شو واختار فروم كرنت سلايد، اهو لو ضغطت على تراي اجين رجع لي قبلها، هرجع تاني. قلت بعملها ازاي؟ انا الجزء دي اللي فوق ورحت على انسيرت وبعد كده اكشن، واخترت حاجه اسمها الماوس اوفر وهايبر لينك تو، اخترت نيكست بيج، معناه ان هو يعمل لي ارتباط بالصفحه اللي بعدها. نفس القصه اللي عملتها في الثاني. طيب هنا يعمل لي ارتباط بس بالصفحه اللي قبلها ازاي؟ اختار اكشن وماوس كليك، بعد كده اختار هايبر لينك تو، اختار بريفيوس سلايد، ادوس على اوكي. بريفيوس سلايد، معنى كده لو جيت عملت سلايد شو من فروم بيجيننج، لا انا عايزها من الصفحه الحاليه اهي. بمجرد ما هضغط على تراي اجين هيرجعني على قبلها اهو. نعملها، حاضر هنعملها. عشان كده انا مطول في الباوربوينت، عشان في برضو افكار كتيره حلوه يعني. دلوقتي الساعه 4 الا ربع، هناخد ريست معلش لحد الساعه 4، وهنرجع نكمل الانفوجرافيك واعلان السوشيال ميديا، الاثنين اسهل من بعض. انا اعتبر خلصت الجزء الاصعب، الجزء الأصعب اللي هو الشخصية الكرتونية واللعبة، تمام؟ فإن شاء الله بإذن الله رست لحد الساعة 4 بتوقيت القاهرة، الساعة 4 ربع ساعة، ربع ساعة بالظبط، ربع ساعة ونرجع نكمل تاني، يا ريت الكل يكون حاضر، تمام؟ عشان نشتغل على الإنفوجرافيك وإعلان السوشيال ميديا، نتعلم إزاي نعمل إعلان على
الباوربوينت لو عايز اعمل تصميم اعمله ازاي بدل ما استخدم الفوتوشوب، فبيكون اسهل واسرع. تمام، بس ان شاء الله وربع ساعة ونرجع نكمل، هنكمل على الساعة 4. بس هنبدأ. تمام يا باشمهندس، اتفضل. اه الصوت واضح للناس ولا لا؟ الصوت تمام يا باشمهندس. قلنا هنصمم شكل انفوجرافيك. يعني انفوجرافيك؟ هنا مثلا بصينا على ان احنا نعرف يعني ايه انفوجرافيك. دي اشكال الانفوجرافيك، ده شكل الانفوجرافيك، ده انفوجرافيك. زي ما قال لك تعريفها هنا، هي عروض مرئية رسمية. لو عايز أعمل مثلا، عايز أظهر معلومات خاصة بيا أو بيانات، ممكن عن طريق الشكل الإنفوجرافيك أعرف أظهر المعلومات أو البيانات الخاصة بيا. عايز أعمل مثلا لحاجة نسبة مئوية، ممكن عن طريق الإنفوجرافيك أعملها. نبتدي بقى مع بعض إن شاء الله في الإنفوجرافيك. أول خطوة عندي اختار، اروح على الشيب، اختار الشكل اللي انتوا شايفينه، الشكل ده حلو خالص. ماشيين خطوة خطوة، ده الشكل اللي انا اخترته. عايز اعمل من نسخ تاني اعمل من نسخ تاني، مفيش اي مشكلة، بس انا ابتدي اعمل له زي استدارة أو انعكاس أفقي، بحيث إن أنا أخلي العلامة اللي من هنا دي، العلامة الصفر اللي أنتوا شايفينها، أخليها الناحية التانية. إزاي؟ من روتيت أخليه فليب هوريزنتال، فليب هوريزنتال يعني استدارة ناحية الأفقي. وجيت أغطي على السهم ده أهو، شايفين اللي بيحصل؟ اعمل له لون معين ايا كان، مثلا اللون او خليته لون زي ده. عايز اعمل نسخة تانية منه، احنا قلنا ازاي اتعلمناه، كنترول دي
خليت النسخة بعد ما خليت النسخة التانية عليه ممكن أغير اللون بتاعها زي ما أنتوا شايفين مثلا. أنا غيرت اللون وخليه اللون ده. لو جيت ضغطت على السهم ده شايفين اللي بيحصل؟ هعمل الشكل التاني بقى. بدل ما اعمل الشكل التاني انا بعمل ايه؟ بس الاول نعمله تاني، احنا عايزين نعمله تاني. هو انا امسحه اهو، مسحت الشكل اللي عندي وهروح على انسيرت واختار شيب، من الشيب هختار الشكل ده. اضغط كليك يمين عليه، ما جبتش كلمة روتيت هروح على شيف فورمات واختار روتيت، ومنها اختار فليب هوريزنتال، هلاقي اللي هو السهم نفسه اتغير من الناحية التانية. شايفين؟ هاخد منه نسخة تانية احطها فوقيه، بس قبل ما اخد نسخة اغير اللون اللي تحت الاول. شوف اللون اللي انا عايزه، لو عايزه بنفس اللون ده اعمل له نو اوت لاين، ده هيبقى فوقيه بالظبط، بس هغير اللون بتاعه. بس انا لو حبيت اقلل منه من اهو، اخد منه نسخة تانية ازاي؟ او كنترول دي جنب، كنترول دي النسخة الرابعة. حتى الاثنين مع بعض. انا خليته بالشكل ده، ابتدي بقى اغير الالوان بتاعتهم. غير الالوان بتاعتهم ازاي؟ اختار كل واحد فيهم، بس الاول احاول اظبط المسافات، حاسس ان المسافات مش مظبوطه، احاول اظبطها. هاخد الجزء التاني ده هغير لونه، مثلا هخلي اللون بتاعه اللون الأخضر، أجي أنا مثلا أخلي لونه، بس أحاول إيه أقلل دي شوية، أخلي لونه مثلا لون أصفر أو لون أورنج مثلا أهي. ودي هنا بختار مثلا اغير لونه، اخلي لونه مثلا احمر كمثال. حتى هنا اتمنى ما يكونش فيها مشكلة. خلي مثلا ده برضو اكبر واصغر في زي ما انا عايز من الدايرة اللي فوق اهي، ودي مثلا اخليها هنا في المنتصف. ممكن اخلي اللون احمر، انا اختار اللي انا عايزه، انا اللون الرصاصي مش عاجبني اللي من تحت، فاعمل ايه؟ راح اغير اللون الرصاصي اخليه كده مثلا. شايف حتى هنا اتمنى ما يكونش فيه اي مشكلة. تمام، انا ظبطت عادي اللي انا عايزه في الشكل الانفوجرافيك.
هبتدي بعد كده اكتب النسب، بس قبل النسب او زي ما قلنا هروح اعمل ايه، هبتدي اكتب النسب ازاي. اول حاجة هروح اجيب من insert، ممكن اعمل text box مربع نص واروح اكتب فيه النسبة بتاعتي. بالمثال هنا مثلا 80%، 80%، خد احاول اخليها في المنتصف. اخد من النص الاحتياطية دي هخليها كمثال 50%. حلو خالص. اجي برضو هنا نفس القصة، انا هخليها 40%. ده لو عايز اعبر عن البيانات بتاعتي برسم البيان. اما هنا مثلا هخلي النسبة المئوية 60%. باشمهندس محمود حاضر يا هندسة. دي هخليها 60% لحد الآن، أتمنى ما يكونش في أي مشكلة. يبقى عملت شكل الانفوجرافيك في الأول، بعد كده حطيت النسب المئوية بتاعتي زي ما أنا عايز. النسب المئوية أنا اللي بختار النسب اللي أنا عايزها. أروح أعمل بعد كده شيب، اختار اللاين واخد من تحت اللاين واغير لون اللاين، ممكن برضه اغير الويت حسب ما انا عايز، اغير لونه مثلا، اغير الويت الوزن بتاعه. لحد الآن أتمنى ما يكونش فيه أي مشكلة. أنا حطيت دول كده مع بعض. أنا مش هحددها خلاص. ممكن أعمل إيه تاني؟ تفتكروا ممكن أعمل إيه تاني؟ مثلا أبتدي بعد كده أعمل على تنسيق الشكل اللي عندي. ممكن اروح على insert اختار shape واختار شكل اللي هو الدايرة، صغر على قد ما اقدر واخليها هنا واخلي لونها مثلا ابيض. انا مش عايز لها outline، خليها مثلا لوجة ال، اختار اختار لها شادو، لها اختار لها شادو مثلا. نفس القصة كنترول دي، خلينا واحدة بنفس الكلام كنترول دي هنا كنترول دي برضو. ودي برضه أنا نفس القصة، دي كلها شيب أنا بعملها، دي كلها شيب أنا بعملها. ممكن أعمل إيه؟ ممكن برضه في داخل كل، أنا عندي هنا في الدايرة اللي أنا عملتها أبتدي أحط مثلا أشكال عندي. لو جربت مثلا في الأيكون أي شكل، حتى لو جبت صورة من الخارج وحطيتها. مثلا اخدت شكل زي ديه ودوست على انسرت، ابتدي اصغر الشكل، احاول احطه هنا، اصغر على قد ما اقدر تاني.
ممكن برضو اعمل نفس القصة برضو من سير من ايكون، مش لازم ايكون، انا ممكن اجيب صورة من بره واحطها صورة صغيرة. الصورة ممكن اشيل منها الباك جراوند اللي هي الخلفية واحطها عادي. هنا احاول اصورها، لو عملت لها مثلا دوران ابتدي اصور تاني واحطها هنا. تمام، برضه ابتدي ادور على اي حاجه تاني، مثلا في الايكون انسرت ايكون، اشوف انا عايز من الايقونات اللي عندي. عايز ايه بالظبط؟ اختار تمثال، عايزين حاجة من الاسم. خلينا في الأيقونة حاليا، لأن أنت تقريبا تجيل اخترت مثلا شكل زي الشكل الكتاب ده، دوست على انسيرت، أحاول برضو أصور أحطه تاني، أعرف برضو أختار شكل تاني من انسيرت. تمام، من شيب أختار شوية بس حاجة خالص كده. لحد الآن احنا ماشيين واحدة واحدة، مفيش أي مشكلة. خلاص أنا حطيت كل اللي أنا عايزه على كله. إيه بعد كده؟ أعمل مثلا أجي على insert من shape، أختار شكل مستطيل، خلي أي لون أنا عايزه، بس على كنترول دي، خلي جنبه برضه أهو، بس أغير اللون بتاعه، كنترول دي، أغير اللون، كنترول دي، وأغير برضه اللون، هنا مثلا أخليه، طيب، من الشيب فيل، أختار إيه دروب، أختار أخد اللون ده، طيب هنا اروح على الشيب فيل من الاي دروب اختار اللون ده، هنا برضو اختار اللون من الاي دروب اختار اللون الاحمر، وانا اختار اللون مثلا الاصفر. اختار اللون الاصفر، انا هختار الاي دروب واختار اللون ده، بس هنا هخليه نو اوت لاين، وهنا نو اوت لاين، وهنا برضه نو اوت لاين، هنا اختار نو اوت لاين، بس هحاول ايه اخليه يكونش باين ان في فراغات. اروح اعددهم، عددتهم وخليه في المنتصف. تمام، خليه في المنتصف عادي. ممكن احط اي الوان تاني، مش شرط الالوان اللي موجوده على الانفوجرافيك، ممكن احطها عادي. خلينا كده ماشيين واحده واحده. تمام، بعد كده بعمل ايه؟ تمام، انا اول حاجه الاشكال دي كلها هدمجها في شكل واحد، بس الاول
ادي انا عايز ادمجهم في شكل واحد. قلنا من فين؟ من جروب، وبعد كده اختار جروب. اول اصغر شوية الشكل اهو، بس قبل ما اصغر احاول اكبر من الناحية دي. تمام اهو، طيب تمام. بعد كده بروح على انسرت واختار تكست بوكس مربع نص، واكتب كمثال هنا بسيط، اكتب مثلا تمثيل البيانات، تمثيل البيانات، تمثيل البيانات، خليها في المنتصف. كنترول دي عشان هعمل حاجة تاني دلوقتي اهو، خليها برضه كده اهو. اكتب مثلا تحويل البيانات الى انفوجرافيك، صغر الخط برضه، اكبر شوية. انا مش هخليها بولد، تمثيل البيانات، وبعد كده تحويل البيانات الى شكل او الى انفو. انا هنا عندي دي الدنيا تمام، مفيهاش اي حاجة، بس ايه دي برضه اهي، اما دي هحاول اصغر. او هنا الحجم بتاعك تصغره شوية. صغر تاني. تحويل البيانات بشكل انفوجرافيك. كده اتظبطت اهو. هبتدي ايه مثلا، اجي عندي تمثيل البيانات هنا، خدها كنترول دي وانزل بيها، خليها الشكل. اكتب مثلا هنا الشكل الاول، كنترول دي، الشكل الثاني، الشكل الثالث، والشكل الرابع. هو مش هتظهر الا في 2016، الايكون مش هتظهر الا في 2016 و2019 بس، قبل كده مش هتظهر معاك كمان الايكون. انا اسف معلش، 2016 مش موجوده كمان، هي موجوده في 2019 بس. الايكون و3 دي موديل موجوده في 2019 بس، فمش لازم ان انا اجيب ايكون، ممكن احط شيء بشكل، ممكن احط صوره من عندي من على الجهاز بس. لحد الان مفيش مشكله. اجي بعد كده مثلا، خلاص احنا يعتبر بنفنش اهو، كنترول دي دومت مثلا مايكروسوفت اوفيس شرح
الكترونكس الورد بوينت في اكسل في اكسس في الاوت. كل الفكرة أنا عايز بس أمن الكلام من تحت، عايز أمن المكان الفاضي، مش هدف أي حاجة تاني. بس ده بالنسبة لي شكل الانفو جرافيك، ده بالنسبة لي الشكل الانفو جرافيك. اولا كان المفروض اشرح اعلان السوشيال ميديا، بس انا بعتذر. ان شاء الله هنشرح المحاضره اللي جايه، هنشرح اعلان السوشيال ميديا، ونشرح طقم الكتاب بيقلب الصفحات، ونشرح مع بعض ازاي اصمم لعبه البازل، ولو في وقت معانا هناخد تصميم اللعبه التفاعليه، واللي هو تاثير اليد بالتباشير. تمام، فده الجزء اللي فاضل لنا في الباوربوينت عشان نكون أخدنا كل الأوامر الخاصة بيه. وبالنسبة للوورد احنا شرحناه في مصر محاضرة، وشرحنا كل حاجة بالتفصيل فيه، والإكسل نفس القصة. في بعض الحاجات البسيطة في الوورد وبرنامج الوورد وبرنامج هعيد عليهم ان شاء الله. المحاضره الجايه ان شاء الله هنشرح جزء من الباوربوينت اللي فاضل ديه، والمحاضره اللي بعدها هنكمل باقي الجزء، وهنرجع هنشرح بعض الحاجات في الوورد والاكسل. حسن بدايه ان شاء الله من الشهر الجاي نبدا في برنامج الاكسس. ان شاء الله انا بدايه من برنامج الاكسس كل اللي جاي مش هياخد معايا وقت، إن هو بسيط، هي برامج بسيطة، هو الشغل كله عندي في برنامج الوورد والباور والإكسل. أصعب ثلاث برامج عندي، وهم سهلين بس كل واحد فيهم فيه شغل كتير. زي ما اتفقنا الدبلومة هندرسها بالتفصيل بالأدفانسد، الجزء الأدفانسد فيها. أتمنى الناس تكون استفادت من محاضرة النهاردة. بالنسبة للجزء ده أنا بعمله إزاي؟ أول حاجة بروح على انسرت، بعد كده شيب، بختار الشكل ده اللي هو بلوك ارك. تمام، وبعد كده بروح على حاجة اسمها روتيت، واختار فليب هوريزنتال كده. أول خطوة، بعد كده أدوس كنترول دي، أخدت نسخة تانية منه أحطها فوقيها بالظبط، أغير اللون بتاعه. حلو، انا كده غيرت اللون بتاعه. ابتدي من هنا بقى، من الدايره اللون الاصفر اسحب كده. انا عملت الانفوجرافيك بالنسبه للبشمهندس محمود، انا مش ناسي سؤالك، بس معلش ممكن نخليها المحاضره اللي جايه، ان هي محتاجه وقت، هتاخد برضو شغل كتير زي اللي احنا اشتغلناه النهارده. انا النهارده مش عايز ازود على الناس، احنا اشتغلنا شغل كتير. اول حاجه خدناها الشخصيه، ثاني حاجه ازاي اصمم لعبه شيقه، والحاجه الثالثه الانفوجرافيك اللي احنا خدناه. طيب ان شاء الله المحاضره اللي جايه الاساس اللي معايا السوشيال ميديا، واصمم كتاب يقلب صفحات، وهناخد ان شاء الله اللعبه التفاعليه وتاثير الطباشير ولعبه البازل. فيا ريت الناس تعمل حسابها ان هناخد 3 ساعات كاملين ان شاء الله المحاضره اللي جايه. تمام، على الاقل عشان المحاضره اللي هي الاخيره، المحاضره الجايه هنكمل الباوربوينت، المحاضره اللي بعدها هنعيد على الوورد والباوربوينت والاكسل، وهنشرح اوامر جديده في الثلاث برامج دي. تمام، بالتوفيق لكم ان شاء الله. وبالنسبه احنا اخدنا يعتبر 3 محاضرات في جزء اللي هو التطبيقات بتاعه الباوربوينت. اول محاضره كان عليها تاسك، تاني محاضرة عليها تاسك هنزله بشمهندس أحمد حسام،
المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة بتاعت النهاردة برضه هيبقى عليها تاسك. التاسك ايه؟ ان احنا ننفذ الشكل دي والشكل التاني اللي احنا عملناه، اللعبة الشيقة والانفوجرافيك، تمام. والمحاضرة اللي هي الأولى كان اللي هو تصميم العرض الموشن جرافيك، ده التاسك بتاع بالنسبة للمحاضرة التانية برضه تصميم انفوجرافيك واللي هو العد التنازلي وانترو. بالنسبة لتاسك المحاضرة النهاردة، حاولوا تجربوا تقطيع الفيديوهات دي. التاسك هيكون عن الانفو، عن الشخصية الكرتونية واللعبة الشيقة والانفو جرافيك. ده بالنسبة للتاسك. فربنا معاكم ان شاء الله، وبالتوفيق لكم جميعا. انا كنت خلصت كده محاضرة النهاردة، وبعتذر لو طولت على الناس.